ميه في الجراج، قمه الميه دي في الجراج اصلا 3 ايام. ده 3 كويس انك كنت عرفته في بعد 3 ايام. هو اللي هيشتغل هنا. طبعا لو انتوا صلحتوا الحاجه دي فعلا و ما انا بقول لحضرتك لو صلحتوا الحاجه دي لازم مع التصليح هيتعمل هنا صرف بموتور يرفع اي مشكله ميه تحصل هنا تطلع العمومي بره على طول. نعم انت تضمن الظروف؟ لا انا بس حضرتك عشان حضرتك عندي خلفيه براحته، انا مالي وزي ما يقف انا ماليش. هو صلى على النبي، خلي المطر اللي حصلت من كذا سنه دي الكرار التاني. انت عندك الدنيا مفتوحه، ايوه هو هتنزل. فيتعمل ايه هنا بقى؟ هيتعمل هنا بياره صغيره. تصدقوا الحكايه دي حصلت بسبب ان المطر كان شديد ومعرفوش الا بعد 3 ايام ان البدروم غرقان ميه وارتفاعه متر وبهدل العمدان وبهدل الدنيا تحت. وبعد كده كمان كان المهندس اللي منفذ لهم الشغل كان عنده شويه ملاحظات بس مش هنقدر نقول عليها. وعلى العلم ان جميع فيديوهاتنا ليست دعايه لينا ولا اساءه لاحد، لكن هي معلومه لازم كلنا نعرف الصح والغلط عشان ما نتعرضش ليه تاني. طبعا احنا عرضنا عليهم موضوع ان طالما البدروم مفتوح بالمنظر ده كده في صرف لازم يتعمل في المكان، لكن شوفوا بقى بهدلة المكان، بهدلة رهيبة جدا. وكمان صرف الحمامات فوق خربت المكان. اوعى حد يطلع من الحلقة، خليكم معايا الاخيرة عشان تشوفوا تفصيلة مملة للاهمال وصلنا لايه. يلا تعالوا معايا. تسحب ويتعمل هنا مجاري هنا ترمي عليها هي، ويبقى في مطور يرفع الميه على مواسير يرمي على الصرف العمومي بره. اللي اشترى الجراج ده الكلام ده بفلوس. ما انا اقول لحضرتك هو متخصص عايز هو يعمل ده. ما انا اقول لحضرتك بوظت لها الفيديو تضحك. متخصص عزل، متخصص عزل وقال على الكلام ده كله وهو هيعمل كل الحاجات دي. طيب تمام. قصه البيار والجراج هو يعمل وقال انا عايز اعمل واعمل واعمل يعني. طيب يعني هو شغال في الريبير يعني في الترميم. اشتغل في العاصمه الاداريه شغل يعني. طيب وهو ليه ما اكتشفش الحاجات دي؟ جبتونا ليه وكلفتوا نفسكم؟ خلص الشارع ماليش. انا قصدي احنا الفكره كلها يا باشمهندس هو هيتحمل الجزء الخاص يخصه هو. يخصه. اللي هو البدروم؟ البدروم. طب وانتوا دخلتونا فيه ليه طيب؟ العمدان دي العمدان ما العماد دي شايله برضه. طيب ما هو كده كده هو اللي هيعملها برضه. لا هو لا مش هيعملها، ما هي شايله الحاجه بتاعته هو بس. طب خلاص يبقى احنا مالناش دعوه بالسقف، مش هاجي جنبه. طب احنا نشوف حاجه حضرتك الحاجات دي علاجها مع حضرتك؟ اي حاجه في الدنيا ربنا خلقها في الترميم علاجها معانا. حبيبي انت جايب القهوه قبل الشاكوش؟ ده انت سريع قوي. انا من الشغل يا عم. عايز تدخل المسمار هنا دخله. المسمار اسهل يا حبيبي. هات له المسمار. هو مش متحمل مسامير يعني. الرز يطير. بس 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 انا مش ههد البيت، انا بكشف الحديد بس. بس مش عاوزين العماره تقع عليه. دخل بقى المسمار ده وهات لنا من عند الحته دي بقى، من هنا من هنا من هنا من هنا ومن هنا اهو، من هنا اهو، من هنا اهو، من هنا اهو. حطه في الفتحه دي يا ريسي في الشرخ ده اهو، شايف الشرخ ده كده؟ ايوه. دخل المسمار بتاعك هنا وهتلاقي سيخ الحديد في وشك. لا اصبر اصبر اصبر، انت مستعجل ليه؟ هات هات كفاية كفاية. كتر خيرك كتر خيرك. خش يا منصور. بس عايزين نشوفوا مكان تاني؟ لا انت حضرتك لا انا بسألكم انتوا كده. الشروخ اللي عندكم دي كلها حديد تسليح تمام،
والعلاج والعلاج ترمي يعني في طبعا مفيش حاجه طيب ماشي بس شفتوا لسه في حاجات كتير بس انا مش هقدر طبعا اطلعهم في حلقه واحده لان الحلقه توصل لربع ساعه وتلت ساعه واكتر من كده. انا اكتفيت في الحلقه دي بالجزء ده بس، لكن انتظروني الحلقه القادمه هنكمل معاكم بقيه المشاكل. اشكركم، واللي اول مره يشوفنا يشترك بالقناه وفعل زر الجرس ده كله عشان يوصلكم كل جديد. القاكم في حلقه قادمه، وخلي بالكم دعمكم سر تواصلنا. أشكركم، ألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.